لا خلصتها سو، انما ما عرفتش انا خلص سو سالم حش الدراري خلصوها ب شي 11 اورو فاصله شي حاجه. ولكن انت واش عطاك المحامي الورق الطاسه؟ ما انا خلصت الراس، ما تاني لا محامي، لا المحامي كافاكاسيونيس خلصت الراس، لا، وباش خلص فيها؟ شنو الورق باش خلص فيها؟ خلصت بالنمرة الدين ديالي. مي جبتي الورق باش تخلصي الطاسه؟ باخينا صيفطولك هما؟ لا ما صار خرجتهم يا اه يعني خرجتيهم نتايا، درتي الوراق ديال يعني من بعد فورماسيون ديال عامين. يا صافي، ملي كدير ديال فورماسيون ديال عامين كتخرج لك هي، كتعطيك المقدار، هي كتقطع لك داكشي اللي غتقطع، يعني داكشي كيكون اوتوماتيك ماشي انت اللي كتحدد. نو لا ما خرجت ليش، كي عندك كيخرجوا لك بزاف الطاسات، كتختار واحدة. انت شنو اخترتي؟ من الطاسه السميه ديالها مكتوب فيها الطاسة إنيسيال دي رينوفاسيون. هي هذيك اخويا. الله يسهل عليك، الله عليك واخا، شكرا تحياتي اخويا، اخويا، الله يسهل عليك. نعم السلام عليكم. الاخوان، الله يحفظكم اخوتي، تحياتي الاخوان ديال طنجة، تحياتي لكم الرايه ديال طنجة، تحياتي ولاد الحومه بني مكادا. الاخوان الله يجازيكم بخير، طلب ليس امر، يعني 100,000 ماشي شي حاجه ضعيفه، المهم انتم تعرفوا، وتحياتي لكم. سهام، السلام عليكم. اش سهام؟ المهم السلام عليكم. بقادنا هاد الوحده، وغادي نطلعوا السته ديال الناس اخرين، ولكن غيطلعوا هاد المره الناس اللي كيتفاعلوا معايا في القناه، الناس اللي كتسكي في باطايا. السلام عليكم، شكرا شكرا. السلام عليكم، يعني الاخ ولا الاخت اللي معانا ما كيسمعناش. سلام مرحبا، سلام، كتسمعني؟ كنسمعك اختي، مرحبا، اعطينا الموضوع من دين الله يحفظك. خويا عافاك، انا من مرسي، بغيت نسولك على درت لبنتي تجمع عائلي كاين هي في المغرب. اختي شنو الورق عندك وشنو الخدمة اللي عندك؟ درنا دفع عليها بواها، عدو الوراق ديال 5 سنين ديال الإقامة، شحال عندها البنت في العمر؟ بعد دار بحال عندها دابا 15 عام. مزيان مزيان، باقة قصيرة، مزيان، تطلع ان شاء كان الله. جابني انا، كان جابني انا راجلي انا وولدي، كانت عندنا الرينطا شويه هابطه، وبقات بنتي في المغرب من 2018 وحنا هنا. مزيان. اول حاجه القانون الجديد اللي خرج هذه 4 شهور، خرج قانون جديد بان فاميليات كيتساعدوهم دابا اللي كيجيبوا وليداتهم، غير هو دابا انا مش بغيت نسولك على الرينطا هذه، علاش خايفه انا منها دابا الرينطا؟ حنا كنا جلسنا في المغرب في 2021، جلسنا عام في المغرب، راجلي ما خدمه ولا صافي، هبطنا المغرب، جلسنا مع بنتي عام. دابا ملي جينا في 2022 صافي، جينا في شهر 6، نهار 1 في شهر 6 صافي، ويبدا الخدمة من تما هو السؤال خدام ديالي، حتى لدابا. السؤال ديالي واش عنده اخر 6 نومينات؟ مزيانين اه دفعوا مزيان سبعة، دفع سبعة فيهم 1000 و1200، مزيان، المهم طالعين. يعني فايت سميك ديال دابا الاسعاف انا فايت. من المشكل، دابا المشكل اللي عندي انا هو الرينطا. دابا تيقول لي كان بحال حسبوا لي بحال دفع لي بحال نقولوا 8 المليون، انا ما عرفتش، انا نقول لك في الصباليون بحال هكا. تمنى انا هادي هم علاش خايفه من دفع من يدفع دابا عند المحاميه. قالت لي، قلبت لي الورق، قالت لي كل شيء مزيان، ولكن الرينطا قالت لي الا بقيتي على الطريق قدروا يجاوبوك قدروا ما يجاوبوكش. هادي علاش انا دابا بغيت نسولك. لا، السؤال ديالي انا، الموظف تراخي ملي كيشوف الملف ديال فاميليا، السيد كيطالب بالبنت ديالو تجي عنده قصيره، 100% كيساعدوه، ما كاينش نقاش، بدون نقاش، وغيجاوبوه بدون ما نقاش. جاوبونيش، دفعنا لها نهار 29 شهر 5 وتخلصت الطاسة ديك النهار. ما كاينش مشكل، علاش؟ حيت مرسيه كيتعطلوا، ما كاينش مشكل. ما دابا دابا انا خفت، دابا المحامية قالت لي يقدروا يجاوبوا على الرينطا يقدروا لي، علاش دابا انا تنسول؟ دابا خفت. ما كاينش مشكل كاع، ما هما كيطلبوك 6 نومينات ماشي 7، 6 نومينات يكونوا طالعين، وكيطالبوا الدار اللي غتكون ساكنين فيها يكون فيها ابيتاسيون ديال البنت. كلشي مزيان، كلشي زعما، غير الرينطا هي اللي خايفين منها. ولكن اللي بغيت نفهمك انا بان القانون كيقول لك جيب لي 6 ديال النومينات، يعني باش تعالج هاد البنت هادي ملي غادي تجي هنايا، بان نعرفوا هاد السيد خدام، صح، واش فهمت؟ بالنسبه لي انايا، ولا جبتي 6 ديال النومينات ديال الخدمه، من حقه يجيب الوليدات ديالو ولا البنيته ديالو من المغرب، واكثريه ولا كانت قصيره قل من 18 عام مرحبا بها، قصيرة من فوق 18 عام تما فيه كاين شويه الصعوبه. ولكن السؤال الواحد نعاود نذكره، واش كان كل شهر كيصيفط لها شي حاجه؟ لا ما تيصيفطش، لا تنصيفطو عند حتى ما عندهاش الحق تيصيفطها عند باه ولا عند موسى.
لا ما فهمتنيش، اتبادت بان كيصيفط الفلوس للمغرب شي سميه ديال جداته ولا شي حاجه قريبه ليه باش كتصرف على ديك البنك. اه كيصيفط لمو، كيصيفط لبوي، هادشي ما قالوش لينا حنا. المهم ويلا كاع طلبوا لكم شي حاجه غتعطيهم الادله، هادي كاين بعض الناس اللي كيطلبوهم ولكن ماشي كلشي، ولكن بالنسبه ديال البنت قاصره كنهضر معاك في القانون، ما كنهضرش معاك في شي حاجه اخرى. بنت قاصره باها بغا يجيبها ولا الام ديالها وهي كاينه في دوله من غير الدوله الاوروبيه من حقها تجيها، ما هذا كنقول لك سيغور ان شاء الله يا ربي. غير في ست نومينات كنذكرها، ست نومينات وخص تكون كونتراتو ديال اه الدار عطيتهم، عطيناهم ست لومينات الاخرين كلهم صافي من يعني. شهر 11 حتى شهر 4. كيفاش كيفاش شهر 11 هلا شهر جمعنا هلا شهر 11 وشهر 12 وشهر 1 ماشي وشهر 2 مشكل، وشهر 3 دابا وشهر نتوما 4. غتبقى تراقب الملف ديالكم انتراميتي يعني مزيان ما كاينش مشكل يعني انتراميتي. باقي كيف باقي ماذا بانتراميتي باقي ما وصلوش الملف ديالكم، ملي غيوصلوا الملف ديالكم غيعطيوكم فافورابلي، ولا جبرتي شي اسم من غير فافورابلي كتعيط للمحاميه ديالك كتشوف لك الملف ديالك عادي جدا، وان شاء الله غيكون خير، يا الله يسهل الجميع ان شاء الله. نحبك خويا، ما كاينش شكرا مشكل، شكرا ما خويا. كاينش مشكل اخوتي، مرحبا بكم وبارطاجيو لينا اللايف. مرحبا اخوتي. الاخوان الله يجازيكم بخير، اللي معنا يبارطاجي اللايف، الله يرحم الوالدين. وما كانتكمش توصلونا ل 100000 اخوتي، يلا وصلتونا دابا تبارك الله 60000، ولكن ما كرهتكمش توصلوني ل 100000 غير باش ما يتقطعش اللايف اخوتي. راه والله العظيم انا ما كندي والو من اللايفات، انا يعني ما كنطلبش منكم تيفطوا لي لا ورود لا قلوبه لا والو، تكيوا في بانتايا باش اللايف يتقترح، يعني ماشي شي حاجه كبيره، يعني انا عارف بان الجيش الطنجاوي الجيش الخفاء غادي يديرها. دابا غنطلع السا ديال الاخوان، ولكن اللي غيطلع يدير سيلونس، واللي في القاع هو اللي غنبدا نطلع، يعني اللي نقولو طلع يحيد الصوت بالفيله، واحد جوج ثلاثه وهي طالعه بالي، نطلعوا دابا الاخوان وكلشي راه حيد الصوت. مرحبا بكم اخوتي، بارطاجيو لينا اللايف الله يجازيكم بخير، يعني كنعقل على الاخوان كنعقل عليكم كاملين واحد بواحد وغنطلعكم، ولكن اللي ما كيتكيش في بانتايا ما غاديش نطلعوا الاخوان باش ما يبقى فيه الحال حتى شي واحد، اللي ما كيتكيش في بانتايا ما غاديش نطلعوا، واللي طلع يحيد يعني الصوت. الله يجازيكم بخير اخوتي، اللي طلع يحيد الصوت الله يرحمكم الوالدين، وكل شيء ان شاء الله غادي يوصل يعني المعلومه ديالو. اخوتي بارطاجيو اللايف الله يجازيكم بخير، وكل شيء يطلع معنا اخوتي. مرحبا بكم ومرحبا بالجميع. شحال وصلنا دابا؟ واحد جوج 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 جوج، نزيدو شحال باقي خصنا؟ واحد. ولكن اخوتي ما كتبارطاجيوناش اللايف، هذا هو المشكل. مرحبا الاخوان ما كتبارطاجيوناش اللايف. اخوتي اللي في القاعه يهضر معايا، اللي باقي كلشي حيد الصوت بالفيله. السلام عليكم. لا بحط الجو مزيان الله يحفظك اخويا، مرحبا بك اخويا، بغيت نسولك انا واحد كنا ولكن عندي فات اخويا الشهر، درت لي فات اسمح لي الشهر. نقطعك الله يحفظك، ولكن خصني نبدا من تحت وهذا هو المشكل. السلام عليكم اه اخويا. دقيقه اسمح لي نهضروا مع الاخ نجيو عندك انت مورانا، تفضل اخويا العزيز. السلام اخويا، لاباس؟ الله يحفظك اخويا، مرحبا، اعطينا موضوع وندينا اخويا باش نطلع الله واحد، يحفظك. باش ننزل مع واحد اخر يعني. بغيت نهضر على ولد عمي، كاين هو في برشلونة مرحبا تفضل. ودار باريخة، ودفع في شهر 5/11 ومازال ما كيتعطلوا شويه اخويا. كيتعطلوا. سي وبغيت نسولك في هذيك النمرة، حيت كتدخل النية ديالك وكل شيء، كاين واحد الكود حتى هذاك تقلب فيه. شنو الكود؟ واش ملي كتشوف باخينة، ملي وكين. كتشوف يعني الميل ديالك باخينة يعني فين وصلتي؟ استرا خيرية؟ لا حيت كتدخل النية ديالك وكتدخل فين زايد كدير النية وفين تفعل. وكدير من تحت فوقاش دفعتي بالنهار والشهر، وكدير في القاع فاش زايد، وحيت كتهبط تحت فين دفعت كاين واحد النمرة طويلة. ما كاينش النمرة، كاينة النمرة واحدة طويلة كديرها من فوق ولا كدير النية، وفي الوسط كدير يعني في النهار اللي دافع وشهر وتاريخ، وكدير في القاع فاش خالق، ثلاثة ديال السطورة كاينين. بارك، شكرا، بارك الله تحياتي فيك، اخويا الله يسهل خويا العزيز، الله يحفظك. مرحبا. تحياتي اخويا، خويا مرحبا، اسمح لينا. السلام عليكم، تفضل عمري. السلام عليكم عمري، عمري تفضل اخويا العزيز. اخويا ديال هانيه، الله يحفظك عمري ديالي.
صح مزيان اقول شي بخير الله يعزك اخاو ديالي. بغيت نسولك اخي طنجه بالنسبه ولا الرايق بيرفورمانس يعني فهمتيني، انا جمعت وعطيت المحامي الاوراق وكل شيء فهمتيني، بلاتي دوخت 11 شهر انا عندي السيده واش نتفاهم. وين الرايق طنجه؟ هو الاخ هو اللي تحت منك، خليك واحد دقيقه دابا شكون كيهضر معايا دابا؟ الاخ اللي تحت، شكون اللي غيهضر انا ولا هو؟ بلاتي بلاتي يهضر اللي تحت منك، راه مسكين دابا عاتك. انا اللي كان انا اللي عام بانديرية الاتحاد، انا بانديرا ديال الاتحاد، راه كاين واحد تحت منك نكمل معاه ونجي عندك. صافي صافي سير خليه يهضر، خليه سير. السلام عليكم. سير اخاوي سير، يلا سير اخاوي ديالي يلا اخويا. السلام عليكم. الاخ ما كاينش معنا الاخوان. تفضل اخويا الطنجاوي، الاخ راه واقيلا مشى له الصوت، حتى يرجع نطلعه مره ثانيه. وين الطنجة؟ وين هي؟ انا رجعت لعندك. مرحبا تفضل اخويا. شنو بلاصه في طنجة انت؟ الله يعزك اخاوي ديالي. الله يبارك. شنو بلاصة في أرض دولة؟ أرض بكذا فين؟ لا لا عزك أخوة ديالي، في أرض دولة بني مكة، في أرض دولة بني مكة. أرض دولة شحال لعبتي كرة في خارج طنجة؟ ثمانية. شحال مرة طنبقتي في خارج طنجة؟ شنو؟ في خارج طنجة، في أرض دولة، في كامبو. عايز من طنبق الخاوة أقسم بالله في سلا في الرباط. وقيلا أنت هو اللي كنتي كتشير عليا بالحجر ياك؟ لا والو والله العظيم الخو ما عمري ضربت شي واحد، ضربت انا ولكن ما عمري ضربت شي واحد. تحياتي كنضحك. اما تعقلي دابا انا خويا ولد، انا ميدي ولد ارض الدوله، ولكن انا الخو ديالي، ولكن انا في يعني في الترعه ديال حمض 12، يعني ديال حمض 12. مرحبا بك اخو. مزيان اخو ديالي. قلت لي اخي طنجه بالنسبه انا دابا في الرايكو بيرفورماسيون ياك، و11 شهر ان شاء الله عندي السيت يعني الاوراقات التفعيل المحاميه فهمتي؟ ان شاء الله التفعيل ديال يعني دابا ملي غادي سي بور رايكو بور رايكو بيرفورماسيون فهمتي، باش فاش ان شاء الله عندي سيت مع سطنا خيريات محامي غادي يتفاعل لي بكل شيء فهمتي. ان شاء الله دابا خير طنجه ملي غادي نشد لك الوراق الخاوي، يمكن لي نهود مثلا المغرب ورجع ولا لا؟ سي سي يمكن لك صوت المغرب، ولكن شرط من الشروط طلعني بروف. مرحبا خويا العزيز، حتى انا قريت تما فيها خارج طنجه. مرحبا خويا الطنجاوي، نطلعوك علاش لا خويا. اول حاجه ملي كيعطيوك فابورابلي كيقول لك خصك 3 شهور، يعني من بعد فابورابلي 3 شهور خصك تحضر ماتريكولا. ولا انت عطاوك فابورابلي ودرتي باز اماتور زيزي تاخي في ديك الشهر، تقدر تعاود تجوز 21 يوم في المغرب، يعني ترجع قبل ديك 3 شهور. ولكن الا شفتي راسك ما غاديش تقدر يعني تشد تاخيطه بكري شويه، من احسن ملي تشد تاخيطه بدا تقرا تسالي قرايه هبط المغرب. ولا شديتي تاخيطه باقي لك شهرين عاد تكمل 3 شهور من بعد فابورابلي، يمكن لك تهبط المغرب، تشجع في المدارس وتهبط المغرب، دوز واحد 15 ولا 20 يوم وتجي بحالك. غير هي ما تفوتش عليك 3 شهور ونهار، يعني انت قبل 3 شهور خصك ترجع، يعني بحال نقول لك ما تضيعش الوقت في البلاد بزاف. فهمت. ولكن دابا انا فهمتي دبرت كورس ديال ستراسيون ديال اسكامارا 29 في ديسمبر، عندي كورس فهمتي غادي نبدا 20 في ديسمبر ان شاء الله. خويا الله يسهل عليك، انا اللي بغيت نفهمك هي ملي عطيوك فابورابلي وهزيتي الطاخيطه وباقي لك شهرين عاد تكمل 3 شهور من بعد فابورابلي، سير جوز 20 يوم في المغرب. الله يسهل عليك. الله يعزك اخي طنجة الله يرحم والديك ارمانو ديالك. تحياتي. الله يعزك يرحم والديك. اخوان تسكبي سبارتاج من فضلكم، الله يرحم والديكم. تحياتي اخويا العزيز، تحياتي. اخوتي بارتاجيو لينا اللايف، الله يجازيكم بخير. اللي عزيز عليه الطنجاوي بارتاجي لينا اللايف. والاخ ولا الاخت اللي مورانا اللي مور الاخ مرحبا بها. اخوتي تبارك الله كاين بزاف ديال الناس باغيين يطلع معنا. الصراحة كاين بزاف ديال الاخوان باغيين يطلعوا، ولكن الله غالب اخوتي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت سي محمد ياك الأخت قلت تكون معايا الأخت ولا الأخ، حيت طلعت البانتايا ودرقت على البانتايا. مرحبا 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 مرحبا، ضحكتيني ملي قلتي له ماشي مشكل أخي، ولا بنادم مزيان الله يحسن العون أخي، راه لا ما تعقل. أنا نقول لك أنا راه كيطلعوا معايا الإخوان دايرين تصويرة ديال البنت وسمية ديال البنت. فعلا فعلا تماما 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 فعلا. البنات كيديروا الكوينتا ديال الدري، ولا كيكون عندهم الكوينتا ماشي ديالهم وكيطلع، يعني أنا ما قلتش فعلا، قلت لا قلت الهضره معقوله الاخت ولا الاخ. انا باقي كنضحك على الهضره اللي هضرتي مع خالد اللي قبل، قلت له خليج طنجه وكذا اش طنبقتي، قال لك سلا والرباط وهذه واش جبت لك عيني مشكل. تحياتي لكم، تحياتي للناس كاملين اللي كاينين في الجيست ولا كيتفرجوا، حنا كاملين مغاربه من طنجه الكبيره. وتبارك الله عليك بدون مجامله اخي محمد، بدون مجامله تبارك الله عليك، باينه فيك الصراحه، باينه فيك متمكن بدون مجامله والله العظيم. انا مش حايل وانا كنطلع عندك اللايف
وباقي دابا انا المده باقي ما وصلت حتى شي، غير لا شني كنطلع وكيعجبني نتفرج فيك الكلام الله ديالك، يرحمه زعما والديك، عندك كيعجبني الساعة. باينه شوف فيك عندك خبره، الله يرحم والديك، واهم من هذا باينه فيك ولد الناس والله الله يرحم العظيم، زعما والديك. انا بدون والله شوف مجامله اخي محمد. ربي اللي عالم، نعم اخي، داكشي اللي كنقدروا عليه كنوصلوا عارفين اللي اللي ما كاين، كنعرفوش عارفين اللي كاين اللي خطيك اخي. كنبحثوا، يعني ما كنبحثوش في التيك توك ولا في ليه اليوتيوب، ليه يعني خط، انا كنمشيو للناس كبار، الله يعني يجعلهم مسؤولين بميزان الله. الحسنات ديالك اخي، راه غادي تتجازى ان شاء الله على هادشي هذا. الله راه يرحم كنطلعوا في الوالدين، اللايفات وعندنا خبره في هادشي ديال مواقع التواصل، وكنشوفوا الهضره ديال الناس، الله كنشوفوا يرحم من هنا والديك، نخصوا غير اللايف، كنشوفوا اللي كاين كامل الله كنعرفوا يحفظ اللي لك كاين. والديك. المهم انا واقيلا بالحومه ديالك تاينا، محومه طناش وارض دوله وبني مكه انا دوم شوف، حباك. انا المهم شوف، انا ولد الحومه 12، ولد بشعيري، ولد ارض دوله. قلعت بشعيري، انا خلق بشعيري ومربي في ارض دوله، كملت في الدار عزيزه في محباكو، وعمس الدار ديالي بني الدار ديالي في العوامه، ودابا انا في طوليدو. شو الوقت؟ انا في طوليدو راه جوزت فيها 6 شهور، انا عندي فيديوز في طوليدو في اليوتيوب عندي. مرحبا، بغي اجي. الله مرحبا يحفظك، بك اخي محمد، الدار بوحديتي هنايا، خالتي خوات مشات لبرجيكا، الله يعافيك بوحديتي الخير هنايا في الدار، الدار اودي. قدها شوف فضيحه الدار والله مليون، العظيم. الا درتي لهنا مرحبا والف مرحبا والله اخي محمد، الله ثق العظيم. فيا. الشي دابا ملي درنا الوليدات اخويا الطنجاوي راني صيفطت لك، الحمد لله. خصك تقبل انت باش تطلع معانا. نطلع والله العظيم، اللي ملي كنا راسنا يعني نقدروا نشوف فيما بغينا. دابا عندنا وليدات والخدمه ما عندك كيدير، ان شاء الله اجي شي ساعه بخير. وليداتك اخي محمد، الله يعطيك شبرتي الخير، كون جي ولادي، اجي وليداتك، الدار الله يعطيك كبيره الخير والله والله. العظيم. الله مرحبا يخليك والف الوالدين مرحبا والله. والله. تفضل اخويا زيد، انا معلش. عندي 3 اخي خليتهم في طنجه، عندي 3 الوليدات خليناهم في البلاد اخي. معليش دابا شاسع. ساعه المهم فشوف بعدك انا باش المده سيري باقا ما وصل. عنديش سي محمد، هذا الشيء اللي كاين كل شيء قريب عند الله. حنا بلادنا كنا مغربين اخي محمد، انا كذلك الخدمه ديالي شي فرض الكار، عندك، كنت مؤخرا خدام في الساتيه، من تما جيت. عندك احسن احسن ميدان اخويا، انت خليك هكذا ملي تكمل 2 عامين واجي عندي نوريك شي حوايج ديرهم واعرين، حيت انت شي فور وهنا انت شي لا فور لا صعوبه خطيك، بزاف. انا ما بغيتش. نعم، عندي شواهد بزاف، وعندي الدبلومات، وعندي التكوينات بزاف. غادي يفيدوك مع مزيان، 6 ايام كنا دوزنا، جاو عندنا نصارى مؤخرا، دوزوا لنا فورماسيون في واحد الشركه في المحمديه عندك. وفي قنيطره. نسولك سؤال، عندك ديك الوراق ديال الفورماسيون اللي نعم دوزوا لك نصارى؟ عندي كل شيء جبته معايا هنايا، انا غنعطيك احسن فتح لك حل الله انت. تشوف كل شيء عندي شوف، هنايا ملي تقرب تالي تقرب تكمل 2 عامين، انت ان شاء واش الله. راك معانا في المجموعه ولا لا؟ ما انا معك، انا عامل لك متابعه، ما عرفتش واش رديت. المهم انا دائما معك في اللايف، كنشوفك في اللايف، كنطلع مرحبا. كنكبس كنشوف، ولكن ما كنعملش الدعوه، كنقول باقي ما وصلتش الساعه اللي غادي، بلا ما شبر بلاصه ديال خوتنا لا الدراري كاينش وداك الشيء، مشكل. المهم شوف، كنقول انا الساعه ديالي باقي. انت نعم عطيتو لي، عطيتو لي كاملين في الخاص ديال التيك توك، وغنصيفط لكم مجموعه ديالها، وهذيك المجموعه غادي تستافدوا فيها كاملين، وغنعطيك شي نقاط زوينين اللي تستافد منهم، حيت انت عندك ان شاء دبلومات الله. مهمه. تحياتي لك اخويا لاس، ان شاء الله. لاله خاطيك، تحياتي وشكرا لكم، بزاف الله اخي، يرحم والديك. ولاله خاطيك، هادشي اللي نقول لكم. تحياتي سيادة اخويا، طيبه، السلام الله عليكم. يرحم والديك. سلام اخي، سلام اخوتي سلام. تحياتي لكم، وبارطاجيو لينا اللايف. شكرا الاخوان اللي كيطلعوا معنا، الاخوان اللي كتهضر مزيان، الاخوان اللي كتحترمنا وكنحترمهم. ودائما كنعاود نذكركم بان هاد القناه قناتكم ماشي قناتي انا، فقط كنطلع اللايف، بدونكم ما كاين حتى شي حاجه، وبالدعم ديالكم، يعني بدون الدعم ديالكم ما كاين حتى شي حاجه. واخا كنخدم وكنجي عيان كنحاول ندير اللايف، واخا تكون فيه غاديك ساعه المكانه، واخا هي ساعه المكانه قاصحه، ودابا راه ساعه وربع وانا في اللايف. وتحياتي لكم، السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخويا الطنجاوي، امسيه سعيده. الله يحفظك اخويا، تحياتي، اللهم امين. شكرا، ما مرحبا شاء بك الله اخويا، ما شاء الله. لا تفسن بزين، ربي يحجبك. الله يرحم الوالدين، تحياتي اخويا العزيز، الله يبارك فيك. تحياتي اخويا العزيز، واحد بريكونتا بور فافور، واحد الاخت ديالي تزوجات هنا، واحد عنده ناسيوناليتي وعطاوها الفيزا في هذا الشهر هذا، واش غادي دابا جات لهنا ومشات، قالوا لها غادي تمشي عند البوليس باص بالسمي وهذا، ومشات قالوا لها صيفطوها عند الكوبيرنو، واه هذاك عنده ناسيوناليتي. مزيان، يعني هي ملي جات من البلاد، جات تعطلت شويه عاد مشات عندهم، غتمشي عندهم الكوبيرنو باش يعطيوها واحد الورقه جديده تمشي تبصم بها اخويا. هذا الشيء اللي كيوقع اليوم، ماشي شي مشكل عادي جدا. انا نفهمك، ملي كتدفع. حيت تفضل تفضل تفضل. مرحبا. حيت هي جات مشات عند البوليس، قالوا لها السيطه، شد لها راجلها السيتا، ضروري السيتا، واه وحيت مشاو البارح عطاهم السيتا على البارح في 7 د العشية، مشاو قالوا لها هادشي لا علاقة لنا به حنا. كيفاش؟ قالوا لها خصكي ني سترانخير يا نو. لا، مشات عند عند البوليس. علاش تمشي عند البوليس؟ وهادشي اللي قالوا لها، والبوليس بغاو وهذاك يوصلوا ليها قسطرانخيرية.
انا نسو انا نفهمك، غتهبط هي سترانخير، يا هي والزوج ديالها، الزوج اللي جابها هي والزوج ديالها غتهبط لسترانخير، هاد الست سيتات تهبط عندهم، غتقول لهم شي طلبصم وطلبوني نجي عندكم. شنو غيديروا هما؟ غيدخلوا السيستيم ديالها، غادي يعطيوها واحد الورقه جديده، يعني ورقه جديده، واحد الورقه كيخرجوها جديده كتمشي تبصم بها، بلا ديك الورقه ما تبصمش. شنو هاد الورقه؟ هي ديك الورقه نيت بحال اللي كيعطيوك فابورابل، خصها ضروري ترجع عندهم، حيت كاينين الاخوان هنا وقعت لهم صراع واستجابوا وليداتهم، ملي مشاو يبصموا قالوا لهم خصكم تمشيو لسترانخيريه عاد تجيو عندنا. هذا اللي كاين. الله يخليك، الله يرحم والديك، نهارك مبروك. ملي قالوا لها البوليس جيتي يعني قصدوا ليها سترانخيريه ماشي البوليس، كوميساريه. جيتي البالنسيا، مرحبا على الراس العين. تحياتي يا خويا عزيز، الله يرحم والديك، شكرا. الله يرحم والديك، تحياتي، الله يرحم والديك، الله يجزيك بخير، نهارك مبروك، ليله سعيده. الله يحفظك. مرحبا، مرحبا بالاخوان اللي معايا، مرحبا به، مرحبا بكم اخوتي، وشكرا على البارطاج ديالكم، شكرا على الدعم ديالكم، قربتوا توصلوا ل 100000 هنايا. السلام عليكم. السلام عليكم، كيداير خويا؟ بخير. صافا اختي، الله يحفظك، مرحبا بك، قدم لينا مدينه وموضوع. الله يحفظك، مزيان. الله يحفظك. معاك ناس من مرسيا. مرحبا اختي، تبارك الله، اليوم طلعوا معايا ناس من مرسيا بزاف، مرحبا. كيداير بخير؟ مزيان. صافا الله يحفظك، مرحبا. خويا انا حبيت نسولك، قلبت قبيله في التليفون عندي على القانون ديال باري فورماسيون، راني كنت هضرت معاك قلت لك راني هاد السيمانه دابا غنكمل 7 شهور باش راني دافعه. مرسيا كتعرف وطالع عليا رامينتي ريكويردو. شنو يطلع لك؟ ريكويردو ولا ما تكون ريدو، مهم على ما خاصه شي حاجه، واش شي ورقه، واش مخلصاش طاس، واش ما فهمتش والو. شكون دفع لك؟ دفع عليا راك عارف، معليش هضرنا داك النهار على ميريا. معليش دفع لك انس نو. غتصيفط له ميساج، غيدخل الدوسي ديالك، هو اللي غادي يشوف واش ناقص لك شي حاجه، يعني هو اللي جاه ميساج. هضرتي معاه انت دابا ولا ما هضرتيش معاه؟ صيفط ليه اوديو يا تما مازال ما جاوبنيش. لا صوني عليه ديريكت، يعني هذا ملف عاجل، غتصوني عليه غتقول له شنو يطلع ليا، حيت هو ولا عنده الناس بزاف ما يمكنش يبقى يراقب كل شيء. غتصيفط له تقول له شنو ناقص، غيدخل الملف هما راه مصيفطين له في كوريو في ميساج شنو ناقصك، يعني انما اتصل ما مخلصش، انما شي ورقه ناقصه، ولا غيعاود لك شي كورسو، يعني شي واحد كورسو اخر، هذا اللي كاين ما كاينش مشكل. واش دابا هاد الشيء غيتعاود من الاول ولا غيديو غير على التليفون؟ بالعكس، خصك تزرب دابا تهضر معاه باش الملف ديالك ما يتعاودش من الاول، يعني كيعطيوك واحد المده قصيره باش تعاود. جات مع السبت والحد هما عرفتش. ماشي مشكل، هما كيعطيو من 10 ايام حتى 19 يوم. ان شاء الله. بغيت نسولك خويا غير على هاد الكورس ديال الفلاحه، مع هو قال لي راني داير لك على كورس ديال الفلاحه، ما عرفتش الفلاحه دابا واش مازال، واش ساعات، واش راني ما عارفه واعر. واخا تسالا ملي غيقبلوا لك تمشي تقلب كورس اخر، هذيك غا واحد الكورس. خويا الطنجاوي راني صيفط لك والو ما كتقبلش اخويا، انا نعاود نصيفط لك، يعني ما يعني خصك تشوف، خصك تشوف الكورس، ولا هو جاوبك فابورابلي باقي ما تقراش غتمشي دير معاهم بروبا، ولا جاوبك فابورابلي ديك الكورس وتقرا يعني غتعاود كورس اخر، كاين ما كاينش مشكل، عادي جدا، هذاك الشيء ما فيهش مشكل، نورمال. يعني ما فيهاش مشكل هادشي اللي صيفطوا ليا عادي؟ لا اسمح لي، انت صيفطوا لك شي حاجه ناقصه، وهاد الحاجه اللي ناقصه خصك تعيط لانس، هو اللي غيشوف شنو صيفطوا له في ميساج، يعني انا مكلب واحد الملف كيجيني ميساج انا، ما ذلك انت ما عرفتيش كيف غنعرف انا، يعني كاين جوج الحلول، انما تصيفط لهم واحد كورس اخر، اولا التصاميم مخلصاش، وهاد الجوج هادو عادي إن شاء جدا الله. ماشي شي مشكل، غير هو اذا كانت خاصه غير شي ورقه ولا طاسه نقولوا عادي، شحال الماكسيموم من وراها هذا كتجي فابورابلي؟ واش بزاف د الوقت؟ ما كتفوتش شهر ان شاء الله، فوت شهر ما كتفوتش، كاين اللي قل وكاين اللي كثر شويه، مهم يعني هذيك كتسمى ما كتعاودش من الاول، كتسمى كتدخل يعني بحال كتدخل نسينا، يعني بحال اللي كدير واحد لي كورس. ان شاء الله، شكرا شكرا لك خويا، ما كاينش مشكل، نعم خويا شكرا. خوتي بارطاجيو لينا هاد اللايف، الله يجازيكم بخير. المهم الاخوان ديالي، هادي ساعه و25 دقيقه وانا في اللايف، يعني الله يحسن عون اخوتي كنعيا. غدا ان شاء الله السبت والحد كنكونوا ان شاء الله مريحين، ان شاء الله غادي ندير لكم اللايفات بالنهار وفي العشيه، ودابا كنستسمح منكم وتحياتي لكم، وطلب ليس امر، اي واحد باغي يجي عند اخ طنجاوي، يجي عندي بريبادور المجموعه ديال المهاجر ديال الواتس، مرحبا بك. ما تنساش تكتب ليا في الخاص ديال تيك توك، وانا غنصيفط لك المجموعه، ولكن خلي لها غير ميساج باش ندخلك في المجموعه، ما تصونيش لي كيصوني كنبلوكيو حيت التليفون خاص الاخوان. تحياتي لكم، والله يسهل على الجميع، وكنستسمح من الجميع، وطلب الاخير باش نقول لكم تهلاو،
ديروا الاشتراك الاخوان، ومشوا لاخر فيديو وخلوا لي كومونتير اش ديركم، وشجعونا حتى حنا باش نستمروا في هذه القناه، باش يعني كاينين بزاف الناس كيسينياليو. شكرا للناس اللي كدير شيرك، والناس اللي كتبغينا، والناس اللي كتحترمنا، ودائما كنجيب لكم الجديد مهما كان الزوين خايب، يعني ما كنزوقش، كنطلع حاجه ما كاينش ما كاينش. تحياتي لكم، والله يسهل الجميع. واللي باغي يدير شي حاجه اخوتي في هذه الغربه ما يبقاش يسمع صحابه بزاف، حيت كاينين صحاب اللي ما يعطيوكش الطريق الصحيح، كاينين صحاب اللي غيوسوسوك ما يوريوكش الطريق. واللي كيدير شي محتوى الله يسهل عليه، وما على بالنا حتى شي واحد اللي بغى يدير شي حاجه الله يوفقه. حنا كنخدموا الخدمه ديالنا وكنجيو وكنديروا اللايف باش كنعاونوا خوتنا بداك الشيء اللي كنعرفوه، يعني من هذه تعرفها، ما كنطلبوا حتى حاجه من غير تبارطاجيو لينا الفيديوز ديالنا حتى حنا المحتوى ديالنا يوصل للناس. تهلاو ليا فراسكم. واللي باغي يجي الجروب ديال المهاجرين يكتب لي في الخاص ديال التيك توك، وخصو يكون مشترك في القناه. اللي ما مشتركش السلام عليكم.